عايشين. اليوم احنا عم نتابع بمسلسل أنا بيروت، سلسلة الحلقات الإخراجية من حيث الصورة والإحساس، تجربة جديدة عملتها المخرجة موريال أبولروس في فيلم لاب. وبدنا نقول لهم تحية لهم، واليوم نحن بالرقم السابع مع المخرجة فالنتينا الخواند، كتير مهضومة وما شاء الله مشغولة كتير هلأ على الساحة الإخراجية. بدنا نقول لك بونشور على السريع، لنا حضرة المخرجة هلا فيك، وشو تجربتك كانت، وخبرينا عن حلقتك. بونجور، وأنا مخرجة حلقة 7 من سيري أنا بيروت. من أول ما حكيتنا موريل أبولرووس تاخد تجربة الانتو تفلم لعب، ما قدرت أقول لا، بلت التجربة لعدة أسباب، منها لأنه كان كتير حابة أرجع أجتمع بموريل من بعد مرحلة الجامعة، تاني شي حسيت قد ممكن تكون هالتجربة ضرورية بالأوضاع اللي عم نقطع فيها والمجهول اللي عايشين فيه. حسيت قد ضروري انه نعبر عن شو حاسين بصدق ونفهم مشاعرنا اليوم تجاه حالنا وتجاه المدينة، وهذا اللي صار فعلا. التجربة كانت كتير حلوة رغم انه كان فيها كتير من التحدي، انه نقدر نتشارك مشاعرنا ونحولون لأفلام بشكل عفوي وحدسي مش بالطريقة التقليدية لصناعة الأفلام، وهذا خلق نوع من علاج فردي اللي تحول بعدين لعلاج جماعي. انفجار بيروت كان محور أفلامنا، هذا الانفجار اللي ترك أثر فينا، خلينا نعيد النظر بعلاقتنا مع حالنا ومع المدينة. ترجمنا هالأسئلة بأفلام بتحمل عنوان أسامينا، لأن هالقد كانت أفلامنا صادقة وهالقد بتشبه كل واحد منا، رغم أنه كتار منا عم بعيش نفس الألم، بس كل واحد ترجم ألمه بفيلم مختلف جدا عن الآخر. فيلم شخصيا هو مراية عن كل شي حسيته وبعدنا عم حسته، عن شي اختبرته ببيروت من بعد الانفجار، عن أصوات سمعتها وبعدنا عم بسمعها كل يوم، وكأن كنت عم بكتشف المدينة لأول مرة. فيلم بيحكي عن حدا ضايع مثل بيروت وسكانه، هالمدينة اللي صار كتير غريبة عنا ما بتشبهنا أبدا. بحب هالمدينة أو ما بحبها، بدي فل أو أبقى، هالأسئلة سألتها لحالي وبعدنا عم فتش على أجوبتها. هديت الفيلم رفقاتي اللي فلوا لأن معهم تشاركت شعور الضياع، هن حسوا بنفس الشعور بس اختاروا يروحوا ينبشوا على الأجوبة برا البلد. حتى أهلي شاركوا بالفيلم لأن هن كمان ضايعين بين أنه يتمسكوا بولادهم ويخلوهم عايشين بالمجهول، أو يستسلموا للواقع ويتركوهم يفلوا ويلاقوا مستقبلهم برا. يمكن الفيلم حكي كتير عالم عم تحس نفس الشعور، بهالطريقة منكون عم نتشارك الألم تيصير أمل، وهذه هي رسالة الفن بكل الأحوال. مرسي ليليان على الوقت والمقابلة، وأخيرا بتمنى أن الفن يبقى الأمل الوحيد بهيدا البلد.